طيب كابتن احمد، تحديدا الاهلي محتاج امام عاشور على المستوى الفني، بكلمك على امكانيات اللاعب فنيا. لو احنا بنتكلم فنيا امام لعيب كويس طبعا وكلنا اشدنا بيه، انما انت خدتني في حته انا مش حابب اتكلم فيها. لا انا عشان عارف ان انت يعني أنا بتتكلم في كل حاجه. اتفضل. مش ان امام عاشور، انا اتمنى ان امام عاشور لا يرجع مصر ولا يلعب اهلي ولا يلعب زمالك ولا يلعب بيراميدز ولا يلعب اي حته، ولا حتى لو خليج. حتى انا نفسي لاعبتنا المصريين يكملوا الاحتراف. يا جماعه احنا ما ينفعش النهارده نقعد نقول ونكبر الموضوع ونكافئ لاعب هو مش قادر يستحمل الحياه الاحتراف. يعني احنا كده يعتبر بنكافئ اللعيبه بتفشل في اول 6 7 شهور. فانا بغض النظر عن النادي الاهلي محتاجه، خلي بالك نادي الاهلي امام موجود او امام مش موجود هيمشي ويحقق بطولات ويحقق نجاحات، ونادي الزمالك والانديه الكبيره كلها. بس هي الفكره كلها فكره امام. انا اتمنى يعني اللعيبه اللي بتحس فيها ان هي مختلفه. يعني انا كان نفسي رمضان صبحي يحترف، نفسي امام، نفسي اللعيبه اللي هي مميزه، لان احنا كلنا النهارده بنتشبك بصلاح والنني ومش عارف مبسوطين بيهم، عايزين نبقى عندنا 30 40 لاعب محترف. يا جماعه يعني انا مش عارف بجد. لازم ان احنا نوعي اللعيبه دي، نتكلم معاهم. انما ما ينفع امام كمان هيجي ويرجع تاني للدوري المصري. وخلي بالك انت امام النهارده، بص انا هتكلم في جزئيه مهمه جدا عشان انا اتكلمت معاك، قلت ان الكوره صناعه، وعشان تبقى صناعه لما انا اجيب لعيبه النهارده بقيمه كبيره يبقى انا عندي هدفين. الهدف الاول، انا مش عايز اطول عليك، بس لا براحتك خالص، براحتك، بالعكس ده كلام مفيد جدا. الكابتن احمد حسن اللي معايا، فلما تقول الكلام ده يبقى مفيد للجميع يعني. اتفضل. الهدف الاول ان لعيب يفيدني، والهدف الثاني ان انا بستثمر فيه. طيب الهدف الاولاني ان هو يفيدني، والهدف الثاني ان لما ادفع ارقام كبيره. يعني انا ماليش علاقه امام جاي فين، انا ليه علاقه ان امام هيتكاد على الاقل ب 3.5 4 مليون دولار. بنتكلم في حوالي 160 او 180 مليون ايا كان بالعقد بتاعه، انا بتتكلم في حوالي 200 وشويه تكلفه امام. طيب هيفيدني؟ هيفيدني. هستفيد منه؟ لا مش هستفيد منه، لان خلاص هو انا لما بجيب لعيب صغير دايما ادفع فيه فلوس كتير عشان اعرف ابيعه بعد كده. زي مثلا النهارده انت جبت اليو ديانج. اليو ديانج النهارده في وقت من الاوقات كان جه فيه حوالي 6 جه فيه حوالي 7، خدت الاثنين، خدت الاستفاده اللي هي ليا انا كنادي، وخدت الاستفاده الماديه ان انا اقدر ابيعه بعد كده. طب انت النهارده امام هتقدر تسوقه بعد كده بعد ما الراجل وهو سنه صغير ما قدرش يتحمل، هيقدر يتحمل بعد 3 سنين بعد كده؟ فلازم الناس تبص لان زي ما قلت لك، طالما انا بدفع في لعيب رقم كبير يبقى لازم انا عارف ان انا هستفيد منه مستقبليا. فده انا اعتقد صعب. انما ايا كان كل اداره نادي هي بتشوف الفكر بتاعها ايه، بتشوف تفكيرها ايه، انما وهي بتاخد قرار بعد كده. انما انت لو انت جاي بتكلمني فنيا، طبعا فنيا النادي الاهلي يحتاج لاعب زي امام عاشور، اكيد لعيب طبعا من اللعيبه المميزين، ولعيب لعيب من اللعيبه الكويسه جدا جدا. انما يبقى ان انا برضه هقول تاني اني انا بالنسبه لي بحزن جدا 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 ان لاعب ما يكملش في الاحتراف، لان هو ما بيأثرش على نفسه وبس، لا هو بيأثر على نفسه وعلى باقي اللعيبه كمان اللي هم من بلده، لان ده بيدي انطباع اني لا اللعيبه دي عقليتها عقليه اماتور، يعني مش عقليه محترفه.